هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون بأن التعامل مع طفل صغير هو مهمة سهلة ولا تحتاج الكثير من الجهد، وهناك من يعتقد بأن التعامل مع طفل صغير لا يحتاج منك سوى السيطرة عليه والتحكم فيه. وها أنت ذا، أقول لك بأنك مخطئ، فالتعامل مع طفل واحد يحتاج منك أن تكون فيلسوفا، مهرجا، منشطا، منشدا إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لطفل واحد فقط، فما بالك بخمس أطفال إلى 40 طفلا، خاصة في الفصل وفي المدرسة. سيقول الكثير من الأشخاص بأن 40 تلميذا أو طفلا هو رقم مبالغ فيه، ولكن للأسف في بعض المدارس بالمغرب هناك فصول يكون فيها عدد تلاميذ القسم يفوق 40، بل الأكثر من ذلك في بعض الأحيان يكون هناك مزيج أو خليط بين مجموعة من المستويات. فمثلا نجد في القسم الواحد المستوى السادس والمستوى الرابع وأحيانا حتى ثلاث مستويات، وعلى المعلم أن يتعامل مع هؤلاء الأطفال بمختلف المستويات. أنا شخصيا منذ أن بدأت دراستي من الابتدائي إلى الثانوي كنا في القسم ما بين 30 إلى 40 تلميذا، وفي بعض الأحيان يفوق العدد 40. ولكي يتعامل المعلم أو المدرس مع هؤلاء الأطفال يجب أن يكون دارسا لعلم النفس التربوي ومراحل النمو المختلفة عند الأطفال، بداية من النمو الوجداني عند فرويد، والنمو المعرفي عند بياجي، والنمو الاجتماعي عند إريك إريكسون. هذه المراحل ستجدونها في فيديوهات مفصلة في القناة، لكن الأهم هو أن يتعرف المدرس على أنواع وشخصيات وميزات كل طفل من هؤلاء الأطفال. ليس المدرسون والمعلمون فقط من تقع عليهم مسؤولية التعرف على أنواع الأطفال وشخصياتهم ومميزاتهم، بل كذلك حتى الآباء والأمهات وكل المهتمين بالمجال التربوي ومجال التربية والطفولة. ولكي لا أطيل عليكم، فهذا الفيديو قد خصصناه للحديث عن أنواع وخصائص وميزات مختلف الأطفال وكيفية التعامل مع كل نوع من هؤلاء الأطفال. الطفل الخجول، هذا النوع من الأطفال يتميز بعدة صفات من أبرزها: يكون غير واثق من نفسه، يتحفظ ويحمر وجهه لأقل مؤثر، يخشى التحدث ويحاول الاختباء خلف المجموعة، كثير القلق والتردد. في بعض الأحيان يسبب له هذا الخجل التأخر الدراسي. هناك طرق كثيرة للتعامل مع الطفل الخجول، ولكننا سنذكر البعض منها فقط. أولا، زرع الثقة فيه من خلال مدحه وتشجيعه. ثانيا، حثه على التحدث عن أفكاره. ثالثا، أزل القلق والتردد لديه، وذلك من خلال ذكر مساوئ الخجل والتردد. رابعا، اطرح عليه الأسئلة التي ترى بأنه قادر على الإجابة عليها. الطفل العدواني، من صفاته أنه يبدي عدم اهتمامه بالمقابل، مزاجه دائما متعكر، يستخدم أسلوب الهجوم ورفع الصوت، يتحدى بسعادة، يفرح إذا فشل المتحدث بنقطة ما ويرفض أفكاره. بعض الطرق للتعامل مع الطفل العدوان: اختصر الحديث، كن مستمعا جيدا له وأشعره بذلك، لا تتطرق إلى مواضيع تثير حفيظته، ابتسم وكن مرحا بعيدا عن الانفعال، ركز على مواضيع الاتفاق معه، أبعده عن مجال تخصصه بضرب أمثلة بعيدة. الطفل المتعالي، من صفاته المبالغة في أفكاره، يقلل من شأن الآخرين، يتعامل مع الآخرين بتعال وتكبر، يحاول تصييد سلبيات الآخرين ويحرجه أمام الجميع،
يكثر من مقاطعة الآخرين، عديم الثقة بالناس، يطلب مزايا لنفسه. طرق التعامل مع الطفل المتعالي: استخدام طريقة نعم ولكن. ركز حديثك وتأكد من معلوماتك وقم بعملك خير قيام حتى لا تكون كبش فداء. حافظ على هدوئك وابقى لبقا. الطفل المشاغب من صفاته لا يلتزم بالأنظمة والقوانين، يسخر ويثير الاعتراضات. في حال الاعتراض عليه ومناقشته أمام المجموعة يرفع صوته ويسيء الأدب. كثير الحركة العبثية، يتعمد أن يتصرف خلاف الأنظمة والقوانين. طرق التعامل معه: امنحه التقدير والاحترام دون أن تبدي إعجابك به أمام الآخرين. لا تتصيد وتعلق على جميع ما يبدر منه. شجعه وابدي إعجابك عند التزامه بالقوانين والأنظمة. لا تدخل معه في جدال ولا تناقشه وتجادله أمام الجميع. أشعره بأهميته وكلفه بمهام تناسب قدراته. طفل المتملق من صفاته يتودد بشكل مبالغ فيه، يسعى للوصول والتقرب منك، يجعل غيره يعمل نيابة عنه، ويبرز ويتسلق على كتاف الآخرين. يستخدم مجاملات غير صادقة لكي يكسب ودك، يمدحك بما تود سماعه. طرق التعامل معه: علمه الطريقة الصحيحة للمدح، اعمل على النقد البناء، قدم الثناء على جهد من عمل معه بالخفاء، أشعره بمعرفتك بجهده ودوره من خلال إشارات ذكية. الطفل الثرثار من صفاته يتحدث كثيرا دون توقف، يخلط المواضيع في بعضها البعض، يتحدث عن كل شيء باستثناء الموضوع، كثير المرح، قليل العمل وغير منظم. بالنسبة للتعامل معه، تسأله أسئلة مغلقة نعم لا، عدم الدخول معه في مواضيع جانبية، تركيز الموضوع وإرجاعه بذكاء لصلب الموضوع، تذكره في بداية الحديث بضيق الوقت. الطفل الكسول من صفاته يهمل عمله وواجباته، يتجاهل بعض الأعمال والواجبات المكلف بها، يؤجل عمل الأعمال والواجبات المطلوبة منه، لا يكن اعتبارا أو تقديرا لمشاعر الآخرين، لا يحب أن يلتزم أو يرتبط بأي عمل. طريقة التعامل معه: حسسه بأهميته واهتمامك به كفرد فعال، استخدم معه المناقشات الودية، ابحث عن دوافع تشجيعية له في المدرسة والمنزل، مارس التشجيع دائما معه حتى على أقل مجهود. الطفل الساخر من صفاته يستخدم السخرية ليغضبك ويضحك الآخرين، يعبر عن نقده بالاستهزاء، يتلمس في عيون وجوه من حوله بالابتسامة بعد السخرية، يغضب في حال نصحه بالابتعاد عن أسلوب السخرية. طرق التعامل مع الطفل الساخر: استخدم العبارات المؤدبة لتطلب منه أن يوضح انتقاده، غير اتجاه حديثه واجعله يتوقف عن السخرية، تحدث معه على انفراد وأنت في قمة الهدوء والابتسامة لتوضح له أنه لم يحقق هدفه، كلفه بإيجاد حل للشيء الذي ينتقده. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن أنواع الأطفال وميزاتهم وخصائصهم وبعض الطرق للتعامل مع هؤلاء الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلاً، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.